بركة المشايخ ودعاء المشايخ يحل فيه وفي أولاده. بجاء من عمل كل سنة وإني من هالتين سنة كبر كتر من كل غرو أولياء أولياء أكل بني فا أتس كتاب. بجاء القرآن كتاب كل سنة علم حديث كتاب كل سنة علم فقه كتاب كل سنة سوى أرسل على وقتك أن هذا رتين أنت رتين دعنا عبادة جبا صلوات جبا kita perlukan satu sanad, satu hubungan di antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu salawat menghubungi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut apa silsilah rantaian masyaikh insyaallah. Nقرأ insyaallah مع بعض. Insyaallah beliau akan membaca, setelah itu hadirin semua boleh ikut beliau insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك والهادي إلى صراطك المستقيم المستقيم وعلى آله وعلى آله حق قدره حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. نعيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى وعلى آله حق قدره حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. إن شاء الله يجيزكم بإجازة صلاة الفاتح لما أغلق كما أجازني فيها شيخي الشريف سيدي محمد الهادي الحسني التونسي عن سيدي محمد الحاج الحسين الأحسن الإفريدي الحسني عن سيدي محمد الحبيب البعقيلي الحسني عن الأحسن بن أبي جماعة البعقيلي الحسني عن سيدي الحاج حسين الإفريدي السوسي الحسني عن سيدي محمد الكنسوسي الجعفري الهاشمي عن سيدي محمد الغالي الحسني عن أبي العباس أحمد بن محمد التجاني الحسني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسند متصل أجزتكم فيها إن شاء الله. Dan hadirin semua telah diberi ijazah melalui sanad-sanad yang beliau bacakan sebentar tadi. Dan insyaAllah hadirin semua jawab saya terima ijazah tersebut. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا جمعا ميمونا وتفرقنا من بعده تفرقا من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا يا الله شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضيقا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا عازبا إلا زوجته ولا ظالما إلا قصمته ولا ضالا إلا هديته ولا وليا إلا نصرته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وكل عمل يرزقنا حبكما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك
ولا تحرمنا فضلك ولا تولنا غيرك ولا تنسنا ذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.